ابني عم صدق ابنه؟ امتى صار كل هالشي؟ امبارح، بس منيح لحقنا فورا. حاسل مختارت مادة كتير هالمرة، عطيته شي ضدي، أنا الغلطان، وتولياس استغل هالقصة. عمي فعلا كان معك حق، ما بيستاهلوا حتى نظرة منه. من اليوم ما عاد اتعامل لا مع باقوانا ولا مع أمثال ابنه. لا لا بنتي، طولي بالك، لا تتسرعي، خليكي عم تتعاملي مع باغونا وخليكي عم تعطي دروس التدبير المنزلي. بنتي مو نحن يلي لازم نتهرب. قولي لي انت ليش رجعتي بهي السرعه؟ ستك شو صار معها؟ كيف وضعها؟ لا ستي منيحه، واكه بسيطه وما كان لازم خاف كل هالقد. ما كنتي حابه تضلي اكثر؟ اكيد اهلك ما شبعوا من شوفتك. اصروا علي اني ضل، وبصراحه فكرت بالموضوع بس ما كان قلبي مطمن، وفعلا طلع معي حق. كيف تحملت كل هالشي لحالك لانكوس؟ خلص انتهى الموضوع، خلينا ننسى. رح فوت الشناتي تبعي. كنت بدك تقلي شيء قبل ما تجي ثيودوسيا. هلأ الوقت مو مناسب لامبروس. بابا معلش تطلع تتمشى، بدي أحكي بشغلة مهمة مع ثيودوسيا. شغلة شو هي ابني؟ رح خبرك بس خليني حاكيها بالأول. بلا تصرفات غبية لامبروس، أنا بعرف بقصة إليني، شفتكن. هو سمعني كيفورس لما سألك عن سيرجوس إذا ضربك ولا لا، ولما سألته ليش عم يعمل هيك ويتنصت عليكم قال لي لأنه بيهمه أمرك. إيه خلاص، برر سبب تصرفه. يعني هو معلش يتنصت وأنا تتهموني بالسرقة؟ لا مو هيك قصدي، بس اللي ما عم أفهمه ليش توماس حتى يساوي هيك. وأنا شو عرفني؟ كل يلي بعرفه إني ما سرقت هالساعة بنوب، وأنا هذا الحلق أول مرة بشوفه بحياتي، هي الحقيقة ومو مضطرة أكذب. جهزي حالك. وين بدنا نروح؟ لعند نستوراس نفهم شو القصة. شو اللي بدنا نوضحه؟ قلت لك إيليني أنا حكيت. قلت لك جهزي حالك وبس، ما بدي عيد يلي عم بحكيه. إيليني دروسه مستحيل تساوي هيك شي، صدقيني. إيه بعرف، بس أنتي قلتيها، شو بيستفيد توماس إذا سرقوا نوحتهم بخزانة دروسه؟ ليش لحتى يتهمها؟ شو غايته؟